فضلا وليس أمرا، نطلب من كافة المواطنين تطبيق الإرشادات الصحية المنصوص عليها والالتزام بالبيوت لحماية نفسك وعائلتك ومن تحب. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السيد شكيب مسافر، مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية يوسف دمرجي بولاية تيارت. أول كلمة أقولها لحد الساعة، لأن الحمد لله نحمده بأن المؤسسة تاعنا لم تسجل أي حالة إلى هذا اليوم. منذ ظهور الوباء وطبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وطبقا لتوجيهات السيد مدير الصحة والسكان ولاية تيرت، قامت المؤسسة بإنشاء خلية لمتابعة هذا الوباء. الخلية يترأسها مدير المؤسسة وتتكون أطباء أخصائيين، طب الأوبئة وطب الأمراض المعدية وطب الإنعاش، وكذلك رئيسة مصلحة الاستعجالات. ضف إلى ذلك عدة رؤساء المصالح الاستشفائية. مهمة اللجنة هي المتابعة اليومية لأي حالة ظهور في المستشفى، لكن الحمد لله إلى هذا اليوم مؤسسة تاعنا لم تسجل أي حالة. ظهرت بعض الشكوك في بعض المرضى اللي تواجدوا على المؤسسة، لكن خلال التحاليل والفحوصات التي قام بها الأخصائيين لم تكشف أي حالة. إضافة إلى هذا، قامت الخلية بعمل تكوين، حيث كان هذا التكوين موجه لفئة المستخدمين شبه الطبيين حتى أن تكون عندهم فكرة على هذا الوباء وكيف يجب التعامل على محاربة هذا الوباء. يبي فورماسيون ديستيني كي تي ديستيني أون بخومي ليو أو بيرسونيل ميديكال كونتوني كو نوز أفون لي زو إم سي est composé de 12 médecins généralistes, et à la tête, il y a une responsable médecin généraliste, coordinatrice, qui est chargée de faire la formation auprès du corps médical. Ensuite, Thénien, qui est un ami de Tekwin, qui est fait être roassé à la salle de l'Istifaïa, ou homme, fait être chèque de Tekwin. Troisième point, il y avait une opération aussi de sensibilisation et d'explication auprès des citoyens. Quand bien le mot SSA, quand on parle d'Aouen, le chef de tabier, les charges de CFSF, le Medina, a parlé de Toujiha, a parlé de Nassah, a parlé de Ziyar de Moustachfa. Il y a un peu comme il y a un mot de Moustachfa, il y a un peu de Nadara. Il y a un peu de les visites des citoyens, ça va porter un impact sur la qualité. ان شاء الله، وكيف تأينا باش نفكر في انطلاق من
مستشفى يوسف دمارتي في اعتبار المكان الذي يستقبل الكثير من المرضى. طب ان شاء الله تكون هذه المبادره تساهم في تخفيف الوباء، هذا الوباء الذي مس كثير من سكان العالم. ان شاء الله هي مبادره اولى ان شاء الله تحلل على الفورا وفي تكثف جهود العمال والمستقبل والامارات. ان شاء الله غادي نحاول نكون فعال في هذه الظروف الخاصه باذن الشفاء العاجل للمرضى في هذا الفيروس، ونترحم على الاموات وان شاء الله نحاول نلتزم معا بجميع وسائل الوقايه وخاصه العزل والابتعاد عن الاختلاط. دونك ان شاء الله مرحبا بكم. اولا نترحم على امواتنا اللي احتسبوا شهداء ان شاء الله، والمرضى ربي يشافيهم بهذا الفيروس وربي يرفع هذا البلاء ان شاء الله. هذه الحمله وقائيه ارتئينا ان نشارك يعني لكولاك تاعنا ولا في هذه الحمله، هي حمله وقائيه ان شاء الله تستمر يعني ما ينشغل اليوم يعني حتى نقضوا على الوباء. ان شاء الله نقضوا على الوباء ونخفوا منه. يعني بالنسبه لهل فيه يعني عمليات اخرى راح تقوموا بها؟ ان شاء الله كاينه عمليات اخرى بالتنسيق مع البلديه، مع التنسيق مع مصالح البيئه والاوبئه، ان شاء الله نعموا هذه نشغل في تيارت بلديه تيارت البلديات الاخرى ان شاء الله نساهموا فيها وان شاء الله نشكروا على هذا. شكرا. كذلك نقطة حبيت تعرض إليها، وإن هناك بعد التدخل بعض الجمعيات اللي تعمل مع المؤسسة جمعية المجتمع المدني، وإضافة إلى الشكر إلى الحماية المدنية اللي قاموا هذه الأيام بعملية تعقيم في المستشفى، قامت مع مبادرة مع عمال المؤسسة لتنظيف المحيط حتى نستطيع محاربة أكثر هذا الوباء. وهنا وجه الشكر جوا دير ان غون ريميرسيمون ا نوتر بيرسونيل كي موبيليزي جور اي نوي بور لوتي كونتر هاد لو فليو. كذلك كلمه نوجهها لمواطنينا اللي نشكرهم اللي بعد النصائح اللي قدموها خاليه متابعه هذا الوباء، باللي النقص هذا تاع الزيارات راه اكتويلمون راه قلت الزيارات لان الناس راه حست بلي هذا خطر، لان تنقل الافراد تاني يشكل خطر على صحه المرضى داخل المستشفى. والنصيحه اللي وجهها الى مواطنينا خاصه مواطنين ولايه تيارت هي التحلي واليقظه واحترام قواعد النظافه، ولا داعي فو با سافوني سي با لا فورمون با سافوني سي تي كريز. كي نشوف تاريخ البشريه ان البشريه مرت بمراحل ازمات صحيه، فاتت ازمات صحيه بفضل الاراده وبفضل الله ان شاء الله غادي تفوت هذه الازمه ان شاء الله. وانا الظن تاعي كبير بان العمال تاعنا كلهم راهم من جديد حتى نمروا بسلامه ان شاء الله ويكون فيه محاربه بفضل كذلك المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلمة لخوتنا المواطنين والمواطنات، التزموا التوجيهات تاع الدولة تاعنا والاخر، هذه لصالحكم ولحمايتكم من هذا الفيروس. التزموا العزلة والبقاء في بيوتكم، عاونونا بالبقاء في بيوتكم، ما تخرجوش الا للضرورة. رانا يليق نتعاونوا نتكاتفوا باه نقضوا ونحدوا من هذا الوباء. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على رسول الله. نشكر عمال واطارات تاع رونا اللي واجب لها القائم به، يعني وهذه حمله تطهيريه وتحسيسيه على مستوى ولايه تيارت. يعني رونا شفناهم يعني هذه المره الثالثه ولا الرابعه، يعني اليوم راهم يطهروا في السبيطار، وشفناهم يعني في الايام اللي فاتوا عند الطاكسيات وعند الاخر.
يعني نشكرهم بالواجب تاعهم اللي راهم يديروا فيه بتطهير في مدينة ديالت على مستوى يعني بعد الولاية، وإن شاء الله ربي يعاونهم ويكون في العون، يعني ويطلبوا من المواطنين يعني يكونوا واعيين، يعني يقوموا بالتطهير في ديارهم في الأماكن العمل، ويقربوا ديارهم يقربوا ديارهم ويديروا التطهير يعني ثاني في ديارهم. هذه اوتوريزي من عند المدير. السلام عليكم، معكم راشد سعيدي، أخصائي نفساني بالمؤسسة الإشفائية العمومية بولاية ديالت. حنا نداءنا نوجه لكافة الشعب الجزائري أنه يتحلى بالوقاية واللي وصف بها المنظمة العالمية، والوقاية هي سهلة: غسل الأيدي، الالتزام بمنازلهم، عدم الخروج إلا للضرورة، واللي يخرج من البيت يكون شخص في كامل عنده المناعة التعفوية، ونتجنب الاحتكاك بالآخرين، خاصة نتجنب الاتصالات المباشرة بالمستشفيات ومصالح الاستعجالات إلا للضرورة القصوى، لأن ممكن الإنسان يكون سليم يدي العدوى، وهذه العدوى سيدي كومباتيف قادر يعدي روحه ويعدي عائلته. وفي الأخير أوجه الشكر إلى قناة أورست تي في على هذه المبادرة وهذه الكلمة للفرصة اللي فتحت لنا باش نوجه نداء للمواطنين وخاصة المواطنين ولاية ديالت، وشكرا. من قلب الحدث وقفة مع عمال الديوان الوطني للتطهير ومستشفى يوسف دمرجي، وجه لوجه أمام العدو كورونا فيروس. للقناة الفضائية أوراس تي في، حمزاوي ولد من شهرة من عاصمة الرستم هنا ديالت.